دونك دراسات تجيفو في السياق ديال فهمنا الاشكالات المطروحه على الشباب في المغرب اليوم. اشكالات في كثير من الاحيان يرتبها الفاعل المدني والفاعل السياسي بعيدا عن هل تعبر حقيقه عن الاشكالات والاولويات ديال المغرب في مجموع التراب الوطني بشبابه الحضاري والقراوي بشبابه العامل والمعطل. دونك هذه الاشكالات حاولنا ان نفهموها في الدراسه اكثر. هبطنا لتسع جهات في المغرب، أكثر من 1300 شاب وشابة مختلف البروفايلات، توجهت لهم أكثر من 24 سؤال للإجابة على هذه الإشكالات الاقتصادية والجمعية والسياسية كذلك. دونك اليوم عندنا واحد المجهود اللي هو يقربنا أكثر من فهم الشباب، يقربنا أكثر من طرح الإشكالات الحقيقية في الأجندة السياسية والمدنية ديال الفاعلين. ما معنى تكون شاب وشابة وتعيش بأمان في المغرب اليوم؟ كان هذا هو الاستفهام المحوري للفكرة وراء إنجاز هذه الدراسة من طرف معهد بروميتيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان بشراكة مع معهد جنيف لحوكمة قطاع الأمن، والهدف منها هو نفهموا تمثل الشباب للأمان الإنساني اليوم والمخاطر اللي كتواجههم على المستوى الاقتصادي الاجتماعي السياسي وحتى البيئي. إذا الهدف من هذه الدراسة هو نقيس كذلك شعور الشباب بالأمان من خلال مجموعة من المحاور اللي سبق وذكرت، واستنادا في ذلك على التعريف ديال الامم المتحده اللي جا في التقرير ديال التنميه البشريه اللي نشر البرنامج الانمائي للامم المتحده سنه 1994. اذا من خلال هاد المحورين اللي هو الاول قياس هاد المخاطر، المحور الثاني ديال هاد الدراسه كان هو المحاوله ديال الفهم ديال الاسباب الكامنه وراء وضعيه الهشاشه اللي كيعيشوها الشباب بدرجات متفاوته واللي كتحرمهم من الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ما هي حاجات الشاب اليوم المغربي لكي يعيش بكرامة ومحمي من المخاطر ومن الخوف ومن القلق الذي يؤثر على علاقاته داخل الأسرة، على علاقته بالمجتمع وعلى علاقته بمفهوم السلطة؟ النتيجة هو أنه حينما اشتغلنا على هذا البحث هذا وصلنا إلى أنه الشاب خاصة في المدن التي عرفت حركات احتجاجية ما بين 2008-2018، أن الشاب اليوم يلح على الولوج إلى حقوقه الأساسية من شغل وصحة وتعليم واعتراف مجتمعي بقيمته وبأدواره. أيضا النتائج المفيدة أيضا هو أنه الشاب اليوم لم يتغير باعتبار الأجيال السابقة من الشباب على مستوى تمثل قيمة الأسرة. الشاب أيضا اليوم أكثر انفتاحا على الثقافات وعلى المنظومة القيمية العالمية، بحيث أنه يعتبر مثلا على هذا المستوى التدين قيمة فردية لا تهم المجتمع ولا يمكنها أن تحمل دلالة سياسية. حينما تسأله هل أنت مستعد أنك تمشي وتناضل على الإسلام خارج الوطن، يقول لك أنا الإسلام بالنسبة لي هي ممارسة دينية فردية، لا يهمني الخارج، يهمني الداخل.